يجعل التغطية المباشرة ديالها والمواكبة ديالها لهذا الحدث الحزبي بامتياز ديال الحركة الشعبية، الشعار ديالها السبولة. احنا اليوم قمنا بتأسيس الفرع ديال اي تعتاب، تتندرج في اطار المساعي الرامية من طرف الحركة الشعبية لتجديد وتفعيل المكاتب المحلية والاقليمية. وهذه بداية ان شاء الله باش نجلبوا التنمية لهذه المنطقة اللي هي مقسية ومهمشة والمواطنين ديالها تعاني المآسي. محمد العنصر امين عام. والتوافق الاتفاق ديالكم بالتالي سي محمد دياني الرئيس دياني. نائب الرئيس زروان نور الدين امين صندوق سي بورقيبه عبد اللطيف نائب الامين سي مصطفى المعطاوي كاتب ديال الفرع طوري محمد نائب كاتب الفرع سي بن عنايه يوسف المستشارون كاين حسن بولعيد عبد العاطي بوزيان ادريس الحمداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لحدث نيوز على التغطيه المباشره ديالها والمواكبه ديالها لهذا الحدث الحزبي بامتياز واللي كيشكل حدث تاريخي في المنطقه ديال تعتاب ككل في القياده ديال تعتاب اللي هو تاسيس فرع محلي لحزب الحركه الشعبيه على المستوى الجماعات ثلاثة ديال قيادة أي تعتاب. واليوم تم اختياري كان رئيس فرع محلي للحركة الشعبية في الجماعات، يعني على مستوى الجماعات الثلاث. وهذا تشريف وهذا تكليف وليس تشريف. نتمنى من الله العلي القدير أنني نكون عند حسن الظن ديال الإخوة الحركيين والحركيات. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معز مامون عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية. هذه العملية تتندرج في إطار المساعي الرامية من طرف الحركة الشعبية لتجديد وتفعيل المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية في إطار في أفق الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. واليوم شاهدنا في هذا الفضاء خلق مكتب فرعي للحركة الشعبية على مستوى قيادة تعتاب اللي تضم ثلاثة الجماعات، جماعة تيسقي وجماعة تونزا وجماعة مولاي عيسى مدريس الأم. إن شاء الله فيما سيأتي من أجل خلق فرع على مستوى كل جماعة جماعة. وبالمناسبة نشكر المجهودات اللي قام بها السيد المنسق الإقليمي للحركة الشعبية سي سعيد الرداد، وتنطلب من الله تبارك وتعالى باش يسهل لهذا المكتب المنتخب في المأمورية ديالو في المساعي ديالو المستقبلية من أجل إعطاء دفعة وشحنة جديدة إيجابية للحركة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم نور الدين زروال من قبيلة أي تعتاب جماعة تيسقي اللي انخرط في الحزب ديال الحركة الشعبية، الشعار ديالها السبولة. احنا اليوم قمنا بتأسيس الفرع ديال أي تعتاب ديال الحركة الشعبية، وكل شيء تم في أحسن الظروف. وبحكم التجربة ديالي سبق لي ترشحت ثلاثة المرات للبرلمان هنا في دائرة بزوة ويزغت. السلام عليكم. معكم طوري محمد من ساكنة بوفكران جامعة مولاي عيسى مدريس إقليم أزيلال. هذا النهار هذا تم فيه تأسيس ديال واحد المكتب محلي في جامعة مولاي عيسى مدريس اللي شكلنا واحد المكتب من تسعة الأعضاء. كل شيء داز على أحسن ما يرام إن شاء الله. وهذه بداية إن شاء الله باش نجلبوا التنمية لهذه المنطقة اللي هي مقسية ومهمشة
والمواطنين ديالها تيعاني المآسي. ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد النداء تنوجهه للجميع الساكنه بما فيها جماعه مولاي عيسى بن دريس، جماعه تونزا، جماعه تسقي، باش يكون واحد الانخراط والانضمام لهذا الحزب هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه بدايه ان شاء الله، بدايه نتمنى تكون موفقه. شكرا.